السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا جايب لكم النهاردة طريقة تقدروا توفروا بيها باقة الإنترنت. طيب نيجي نخش في الموضوع على طول عشان ما نضيعش وقت. أول حاجة هندخل على قناة اليوتيوب، نضغط على الصورة الشخصية بتاعتنا، ومن فوق الترس نضغط على الترس، هيجيلنا حاجة اسمها إعدادات عامة، نضغط عليها. هننزل تحت كده هنلاقي حاجة اسمها التشغيل في الخلاصات، نضغط عليها هي هتكون مفعلة. حضرتك هتضغط عليها، هتضغط على كلمة متوقف. هذا أول حاجة، ده بالنسبة لإيه؟ لليوتيوب. طيب هنروح على متجر بلاي ونضغط على الصورة الشخصية بتاعتنا ونضغط على الإعدادات. هتجيلك الإعدادات المفضلة للشبكة، تضغط عليها هتلاقي في حاجتين عندك: تحديث التطبيقات تلقائيا وتشغيل الفيديوهات تلقائيا. اضغط على التحديث، هي هتلاقيها على أي حاجة من اللي فوق دي. هتضغط على الإيه اللي تحت: عدم تحديث التطبيقات تلقائيا. هذا أول حاجة. نرجع تاني ننزل تحت على تشغيل فيديوهات تلقائي، هتكون على تشغيل فيديوهات تلقائية عبر شبكة الواي فاي أو تلقائي في أي وقت، أنت تخليها عدم تشغيل الفيديوهات تلقائي. طيب نخش على صفحتنا على الفيسبوك، نضغط على الصورة الشخصية، ننزل تحت نجيب الإعدادات والخصوصية، نضغط على الإعدادات، ننزل تحت هنجيب حاجة اسمها الوسائط، نضغط على الوسائط، هتكون على اتصال الهاتف المحمول لشبكة الواي فاي أو على الواي فاي فقط، أنت تعملها عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائي زي ما أنا عامل كده، وبكده هتقدر تحافظ على باقة الإنترنت عندك. بس كده.